أم علي المتصلة الأولى تقول: أنا متأذية وعلى حال عندي حالة من القلق لأني عملت شيئا، يعني سويت شيء، ولكن لما طلبوا من عندي قسم أنا أنكرت، قلت والله ما مسوية أو القرآن ما مسوية، أنكرت شيء اللي أنا سويته، أنكرت شيئا أنا فعلته، والآن أنا متأذية الليل ما أنام، وشلون أنا حلفت على شيء أنا مسويته وانكرته وباليمين. ولما نسألها ليش أنت حلفتي بالإنكار، قالت: خفت على أولادي، كانت أولادي يعني أخاف عليهم يتأذون، فشنو اللي أسوي؟ أختي الكريمة، اليمين الإنسان من يحلف على شيء كذب، مرة اليمين اللي يحلفها كذب يأثر على الناس. مثلا أنا أروح للمحكمة أقسم كذبا أنه واحد مثلا فلان سرق، فلان مثلا عمل فلاني، يميني وشهادتي ويميني تأثر على الآخرين. هنا لابد أن الإنسان يروح ويعتذر ويخسر ويعطي حق اللي تأذى وتضرر من وراء يميني. هذا يمين اللي من وراءها تضرر الآخرين. مرة لا، قالوا لي: أنت مثلا رحت بيت فلان. يعني رحت بيت فلان، بس إذا قلت رحت بيت فلان راحوا ياذوني، مثلا يطلقوني، أولادي كذا، فقسمت أنه ما رايح. فيمين ما تضر بالآخرين، يمين على أمر أنا سويته بس ما يضر بالآخرين، ماكو حق ثبت أو حق مثلا انتفى أو إبطال حق. هنا استغفري الله، قولي استغفر الله ربي وأتوب إليه، وأطلب التوبة من الله أنه يا رب أنا قسمت كاذبة، أطلب التوبة من الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تعالى ما عليك شيء، ليس عليك شيء غير التوبة. نعم.